الخبر اول اللي عدنا عن الشيف بوراك ومرضى يا حباب. للاسف بالنسبه للاشخاص اللي ما يعرفوا من هو الشيف بوراك، فهو طباخ تركي كلش مشهور. نزل هذه الصوره على حسبه بالانستغرام واللي كان كاتب بيها انه هو راح يسوي عمليه جراحيه، فالله يشفيه يا رب وان شاء الله ما بي الا الخير والعافيه وتحسن بسرعه وقت. واكتب لنا الكومنتات شو رايكم بالخبر. ننتقل حاليا ليارمار، واخيرا يا حبايب تحسنت من مرضها وصارت زينه ونزلت شويه ستوريات قاعد تقول بيها انه كانت مريضه، ولكن ان شاء الله ترجع للتنزيل. فشوفوا الستوريات. الكل انتو مشتاقين لي كثير، بعرف اي نو. ومع انه انا كنت مرضانه ضليتني تقريبا الكم يوم ما عم بقدر انزل شيء من المرض، سو بحب احكي لكم اليوم في فيديو تيك توك. كونوا جاهزين كلياتكم. على عكس قمر الطاي ما ادري ايش بيهم الصراحه هذول اليوتيوبر، فلسفي همين مرضات نزل شويه ستوريات تقول بها انه هي شويه حاليا مريضه، ولكن بنفس الوقت هي حاليا عندها حفله فقاعده تتجهز. فالله يشفيها يا رب ان شاء الله ما فيها الا العافيه. وشوفوا الستوريات. هاي جايز، شوكم شو اخباركم؟ ما عليكم شكلي، بس اليوم قعدت من النوم شويه مريضه. تمام، اليوم عندي حفله، اتوقع جامعه الانستغرام تعرفون، بس اللي ما يعرفون ما راح اقول لكم شنو، فلازم اتجهز. فجيت خلي اجهز وياكم، لان انتم دائما تقولوا لي انه جهزي ويانا، تمكيج ويانا، سوي سوالف شنو ما ادري شنو. فخليكم الستوريات. بس مبدئيا عم اغسل شعري لانه شعري احس حالته كلش مزريه، فراح اغسل شعري واسوي وياكم، فراقبوا الستوريات. لا يا حبيبي بعدنا ما خلصنا الامراض. فكريستينا همين يا حبايب همين هي مريضه وصار بها تسمم للاسف يا حبايب، فالله يشفيها يا رب ان شاء الله ما بها الا العافيه. ونزل شويه ستوريات تحكي بها القصه الصادمه اللي صارت يا حبايب، لازم تشوفوها، القصه كلش غريبه شلون هي تسممت. شوفوها. صباح الخير، صار لي فتره سحب على الانستغرام وعلى اليوتيوب، بس عن جد صار معي شيء كثير سيء، فلهيك ما كنت عم اقدر انزل ستوري ولا انه انزل فيديو حتى. اوكي، اللي صار انه انا رجعت على البيت اول امبارح المساء، ف رجعت ودي اكل، فاكلت من هي الاكله اللي عملناها سوا على انستغرام، فاكلت ونمت. بعد ما نمت بساعتين الساعه شي 3-4 بالليل، بقوم عادتي عم تغلي علي وبستفرغ، فبقول انه اتس اوكي عادي انه كما تحملت الأكل، برجع برد نام، برجع في برجع برد باستفراغ. وبعدين ما عاد يوقف الاستفراغ لدرجة إنه صار يطلع دم من معدتي، عاد ما انعصرت. فحكيت مريانة وقلت لها تعالي خدني على المستشفى، لأنه ما عاد حتى وقت كنت عم حكي إنه ما كان بيطلع صوتي أوفر، كنت تعبانة. فاجت مريانة واخدتني على المستشفى، انه هون بتركيا الوضع جدا سيء بالمشافي الخاصة، فنحن رحنا على اول مشفى خاص، فقالوا لنا انه الدكتور كتير كان عم يتبارد انه لا انتي ما بيمشي وضعك هون، لازم تروحي على المستشفى اكبر. فانا عملوا للدكتور انه بس عطيني شي يسكن لي الاستفراغ، ما بدي استفراغ. فقال لي انه نوال ما فيني اعمل لك شي. فحملت حالي انا واختي ورحنا على مشفى اكبر، وانا طول الطريق عم استفرغ، يعني فوق الالف مرة استفرغت بهداك اليوم، عن جد فوق الالف مرة، ما كان في شي عم يطلع من معدتي. فرحت على المشفى التاني كمان مشفى خاص، وقعدنا هنيك. الممرضة عم بتطلع على مريانة انه بس تدفع حتحط لي السيروم. فانا انه سو ضليت انا عم موت وعم استفرغ ورا بعض، والممرضة انه عم تنطر اختي حتى تدفع وتجيب لي الفيش على الاساس بتحل الاستلام. يعني بدي اقولكم يا انه عن جد قبل ما تاكلوا ابسط شي ممكن تاخدوا من السوبر ماركت طلعوا على تاريخه، لانه انا الاكل كله اخدته جدا من السوبر ماركت وكانت منتهية صراحته، فتسممت كتير كتير، الاحساس بشع. يعني انا امبارح ما حطيت ولا شي بتمي، مستحيل انا لهلا بلا اكل، لانه خايفة اني اكل ارجع استفرغ، وحتى ما فيني اكل اي شي لانه معدتي فرطت على الاخر. بس هيك كنت، حتى انا امبارح رديت رحت على المشفى، على مشفى تاني طبعا تالتة يعني، وعلقوا لي 3 سيرومات وحطوا لي ادوية بالوريد وعملوا لي تحاليل، ويعني هلا جسمي ومعدتي عبارة عن السيروم. عقد ما تعلق لي
هل إيده كتير، وصراحة عانيت بهاليومين، وحتى وأنا كان معلق للسيروم كنت عم استفيد، فكتير كتير الوضع سيء كان، فلهيك ما كنت قادرة أشارككم ولا شيء. بحبكم كتير، أنا بخير، شكرا لكل مساعدتكم الحلوة اللي كنت عم تسألوا فيها علي، وإن شاء الله بكرة حينزل فيديو على اليوتيوب كتير حلو وكتير هيك عفوي. ننتقل حاليا ليار وتنزل هذا التيك توك اللي كانت تقصف بيه قمر الطائي، واللي كانت كاتبه عليه انا والبيست فريند، اذا شفنا بنت شايفه حالها على الفاضي انه بعد عنا او احنا ما مهتمين، ليش نوعا ما يعني شيء مقرف. الاغلب بيقول انه هي تقصد قمر الطائي، وللتاكيد انه هي فعليا تقصد قمر الطائي، وميارا يا حبايب نزلت هذا الستوري كاتبه بيه، شكلي لما اشوف فانزات خمر وهم ينبحون على الفيديو اللي نزلته يارا، يعني صارت توصف فانزات قمر انهم كلاب، وكاتبه ها ها ها. فشركة يا حبايب قصف ام يارا الفانز اوف قمر الطائي، ما ادري صراحه بالكومنتات وبس. والله هنا وصلت المقطع، اتمنى يقطع عجبكم، لا تنسون تجرون هذا المقطع باللايكات وبس. كانكم فيت زي مقاطع مقطع القصص، احبكم ومع السلامه.